عشان نقرب اكتر واطمنكم اكتر، معانا مكالمه مهمه جدا مع الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام كابتن ايهاب، ازي حضرتك؟ تحياتي. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ استاذنا ربنا يبارك فيك، ربنا يخلي حضرتك. يمكن الملايين حابه تطمئن على الكابتن محمود الخطيب، وبندعو له ان شاء الله بالشفاء غدا قبل اجراء الجراحه. يا رب ان شاء الله، وبالتاكيد يعني بفضل دعوات الملايين ورعايه الله سبحانه وتعالى الكابتن محمود هيكون كويس ان شاء الله، لان هي عمليه بسيطه ستكره بالمنظار. صحيح الالام مبرحه ولا يستطيع انسان تحملها، الكابتن الخطيب تحامل على نفسه كثيرا يمكن الست اشهر الماضيه، سواء 3 شهور فتره الحمله الانتخابيه او ما تلاها في اعاده ترتيب البيت والاجتماعات المتواليه والتفاصيل الحقيقه اللي كان بيتدخل فيها من اجل يعني وضع النادي على الطريق الصحيح وتنفيذ برنامج عائله الاهلي، وانه يكون دايما عند حسن ظن اعضاء الجمعيه العموميه والجماهير. الحمد لله يعني هو في البانيا واحنا مطمئنين عليه، وان شاء الله بكره دكتور ماير والفريق المعالج سيجري له الجراحه. المقرر انه يخضع بعدها في راحه سلبيه لمده 6 اسابيع، هيعقبها ان شاء الله يعني قدر بسيط كده من العلاج الطبيعي، ويستطيع ان شاء الله ان هو يمارس عمله ويتحرك باذن الله بشكل افضل. ونتمنى يعني انه هذه المشكله يتم القضاء عليها تماما، لانه الام القدم الحقيقه اللي بتسببها العمود الفقري لا تحتمل، خصوصا انه كان في جراحتين زي ما حضرتك عارف قبل كده طبعا في نفس المكان. استاذ شريف، يعني ان شاء الله بمشيئه الله بعد ما الكابتن يقوم بكره بالسلامه، هل هيكمل العلاج الطبيعي هناك ولا هيرجع ويرجع تاني، ولا ان شاء الله امتى هيرجع الى القاهره؟ هو هيكون في راحه سلبيه ذهاب ربما يعني لمده 2 اسابيع يقضيهم في المانيا للاطمئنان تماما، ثم يعود الى القاهره مثلا لقضاء شهر، واذا كان بحاجه لتنفيذ علاج برنامج علاج طبيعي سيحدده مع الطبيب، هل سيكون في المانيا، هل سيكون في مصر، هل سيكون في المركز المتخصص اللي كان في ابو ظبي. يعني الحقيقه ما عندناش تفاصيل لسه، لكن كل ده هيتضح بعد اجراء الجراحه ان شاء الله، لكن في 6 اسابيع المفروض ان هم راحه سلبيه بعد العمليه ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ شريف فؤاد، انا كنت محدد جدا في السؤال معاك، وكنت حابب اطمن ملايين المصريين وكل الاهلاويه وكل عشاق كابتن محمود الخطيب على سلامته. بشكر حضرتك جدا جدا، وان شاء الله كابتن محمود الخطيب يرجع لنا بألف سلامه.